بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات شرح كتاب الكمال والجمال في القرآن الكريم. وكنا بعون الله تعالى وتوفيقه قد تناولنا في المحاضرة الماضية الكمال والجمال اللغوي في القرآن الكريم، ووقفنا عند بلاغة المفردة القرآنية، واستعرضنا بعض النماذج والأمثلة التي ذكرها المؤلف حفظه الله تأكيدا وتمثيلا لبلاغة المفردة والكلمة في القرآن الكريم. ورأينا في تلك النماذج وهذه الأمثلة كيف أن الكلمة القرآنية مختارة ومنتقاة، ولو حاول أحد أن ينزع كلمة واحدة من موضعها وأن يضع مكانها كلمة أخرى فلن تؤدي الغرض الذي سيقت له. وكما وقفنا على بلاغة المفردة والكلمة، سنقف في هذه المحاضرة على بلاغة التراكيب، وسنرى أيضا أن إعجاز القرآن الكريم كما قال غير واحد من أهل العلم، إعجاز القرآن الكريم يكمن في نظمه، أي في تركيبه، في الرباط الذي يربط بين الجمل القرآنية. وهذا ما تفوق به القرآن على سائر كلام البشر. وسنرى في تلك النماذج والأمثلة التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب الجليل، سنرى كيف أن التراكيب إنما هي تدل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه كلام خالق القوى والقدر وليس كلام أحد من البشر. المثال الأول الذي ذكره المؤلف قول الله تعالى على لسان الخليل عليه السلام وهو يدعو لمكة: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وهذا الدعاء قد ورد في سورة البقرة. وفي سورة إبراهيم دعا الخليل عليه السلام أيضا لمكة، لكن التركيب قد تغير. ففي سورة البقرة جاءت لفظة البلد بالتنكير، نكرة بدون ألف ولام: رب اجعل هذا بلدا. أما في سورة إبراهيم فقد جاءت معرفة بالألف واللام: رب اجعل هذا البلد آمنا. ووقف المؤلف هنا حفظه الله عند المباينة والمفارقة بين التركيبين. فسورة البقرة دعا الخليل عليه السلام للوادي، دعا للوادي قبل أن يكون مكانا، دعا له أن يكون بلدا ثم دعا له أن يكون آمنا. فسورة البقرة دلت على دعوتين: الدعوة الأولى أن يكون هذا الوادي بلدا مكانا، والدعوة الثانية أن يكون آمنا. أما في سورة إبراهيم فقد دعا له بالأمن فقط، لأنه صار بلدا كما قال غير واحد من المفسرين. وللإمام الرازي رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول أيضا في سورة البقرة: دعا الخليل عليه السلام لمكة، دعا لها بالأمن فقط ولم يدعو أن تكون بلدا، وذلك عن طريق المبالغة، عن طريق المبالغة في استخدام التركيب، لأنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، والتقدير: رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا، يعني اجعل هذا البلد وهو مكة من البلاد الآمنة المعروفة بالأمن والأمان، وهذا على سبيل المبالغة. فإما أن يكون إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة دعا للوادي قبل أن يصير مكانا، دعا له بدعوتين: أن يكون بلدا وأن يكون آمنا، وإما على قول الإمام الرازي أنه دعا له، أن التركيب هذا جاء على سبيل المبالغة، فدعا له أيضا بعد أن صار
بعد أن صار مكانا وتتفق الدعوتان في أنه عليه السلام قد خص مكة بالأمن، دعا ربه أن يخص مكة بالأمن لما للأمن من أهمية عظيمة في الاستقرار والاطمئنان. وهذا هو المثال الأول. أما المثال الثاني فقد حكى القرآن الكريم وقص علينا من نبأ زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته عاقرة، وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا يرثه ويرث من آل يعقوب ويكون نبيا بعده يدعو إلى الله تعالى ويدل الناس على الله جل جلاله، فتوجه إلى ربه بالدعاء فاستجاب الله عز وجل له، وطلب زكريا من ربه علامة على حمل امرأته، طلب منه علامة على حمل امرأته، فكانت هذه العلامة وهذه الآية ألا يكلم زكريا عليه السلام الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. في سورة آل عمران ذكرت الأيام، قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، وفي سورة مريم ذكرت الليالي 3 ليال سوية، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وهنا إشارة لطيفة، فسورة مريم سورة مكية وذكرت فيها الليالي، وسورة آل عمران سورة مدنية وذكرت فيها الأيام. ومن المعلوم أن الليل يسبق النهار، أن الليلة تأتي قبل اليوم، وأن المكي جاء ونزل قبل المدني، فجاءت الليالي التي تسبق الأيام مع المكي الذي يسبق المدني، وجاءت الأيام مع المدني الذي يأتي بعد المكي. وفي هذا إشارة لطيفة وقف عندها المؤلف حفظه الله، وقال لنا سورة مريم التي جاء فيها ذكر الليالي مكية، وسورة آل عمران التي جاء فيها ذكر الأيام مدنية، وسورة مريم سابقة في النزول على سورة آل عمران، فجعل السابق للسابق واللاحق للاحق. السابق وهو الليالي مع المكي، واللاحق وهو الأيام مع المدني. المثال الثالث قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. في هذه الآية الشريفة ما يبعث على الطمأنينة القلبية والراحة النفسية ويصرف القلق والخوف على قضية الرزق. ومن المعلوم أن قضية الرزق هي الشغل الشاغل الذي يهتم به كثير من الناس، وبيان ذلك بيان أن هذه الآية جاءت لتبعث الطمأنينة في قلوبنا ونفوسنا، بيان ذلك يظهر ويتجلى في نظم تراكيبها. وأول ما نقف عنده قوله تعالى وما من دابة، فكلمة دابة نكرة ليست معرفة، هي نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. والمراد هنا كل دابة بلا استثناء، كل دابة بلا استثناء رزقها على الله، رزقها مضمون عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كلمة من، وما من دابة، دابة نكرة في سياق النفي تدل على العموم، وجاء حرف من للتنصيص على هذا العموم، يعني لو استقرأت جميع الدواب دابة دابة فإنك ستجد أن كل دابة من هذه الدواب
رزقها مكفول عند الله سبحانه وتعالى. فمن هنا للتنصيص على العموم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، عندنا ما نافية وإلا استثناء. وهذا أسلوب وطريق من طرق القصر، طريق من طرق القصر. وهذا القصر والتخصيص أفاد أن كل دابة رزقها على الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا في هذه الآية إلى الآن ثلاثة أنواع من البلاغة والفصاحة: دابة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، من للتنصيص على هذا العموم، وأسلوب القصر والحصر عن طريق النفي والاستثناء. أيضا قوله تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها، وهذا أيضا يبعث على الطمأنينة، يعني اطمئن. فالله تعالى الذي يعلم مستقرها، يعلم مستقرها ليسوق إليها رزقها، يعلم مستقرها يعني المكان الذي تأوي إليه، يعلم مستقرها المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه. والمترتب على هذا العلم ويلزم من هذا العلم أن يسوق إليها رزقها حيث كانت وحيث وجدت. ويعلم مستودعها أيضا، يعني يعلم مكان موتها إلى أن توجد وتخلق وتمشي على الأرض، إلى أن تصل إلى آخر مكان ستقبض فيه روحها. الله تعالى يعلم كل هذا ليسوق إليها رزقها، ليسوق إليها رزقها، وهذا يبعث على الطمأنينة أيضا. فقضية الرزق قضية مسلمة، قضية مسلمة ينبغي علينا ألا نشغل بالنا بها إذا قرأنا هذه الآية وفهمناها وعلمناها. ثم ختمت الآية الشريفة بقول الله تعالى: كل في كتاب مبين، أي كل هذه الأمور، كل هذه الأمور مسطرة ومدونة ومسجلة ومكتوبة في كتاب ظاهر، في كتاب ظاهر. فعلى ما يقلق الإنسان، وعلى ما يحزن، وعلى ما يسأل، وعلى ما يهتم بقضية الرزق، وقد كتب رزقه قبل أن يخلق بآلاف السنين. أيضا من الأمثلة والنماذج على بلاغة التركيب القرآني قول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأيضا في هذه الآية عدة أنواع من البلاغة والفصاحة والإعجاز. أولها عند الحديث عن الرحمة والنعماء ذكر لفظ الإذاقة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ذكر فعل الإذاقة. وعند الحديث عن الضراء وعن البلواء ذكر كلمة وفعل المس، ذكر كلمة وفعل المس، وهذا أيضا له غرض وله سر. السر في أنه عند الحديث عن الرحمة والنعماء ذكر الإذاقة، قال المؤلف: للتأكيد على أن النعمة قد وصلت إلى الإنسان، تمكن منها، استقرت عنده وترسخت وذاق حلاوتها واستمتع بها، فعبر بذلك بالإذاقة لأنه ذاق هذه الحلاوة وعرفها. وعند الضراء قال: مسته، للإشعار وللدلالة على أن الضراء التي أصابت الإنسان كانت في أدنى وأقل درجاتها، كانت في أدنى وأقل درجاتها، حتى إنما نزل بهذا الإنسان يعبر عنه بأنه مجرد مس،
يعني لم تتمكن منه الضراء ولم تتمكن منه البلواء، وإنما مسته مسا خفيفا. من أنواع البلاغة أيضا في هذه الآية عند الإذاقة، عند الحديث عن الرحمة والنعمة ذكر الإذاقة لما قلنا، ثم أسند هذه الإذاقة إلى الله، ولئن أذقنا، فالنون هنا نون الفناء هنا نا الفاعلين، والمراد بها الله سبحانه وتعالى، والنون هنا للتعظيم. ولئن أذقنا الإنسان، فالله تعالى هو الفاعل، فاعل الإذاقة، وهذا يدل على أن ما ساقه إليك من نعمة ومن رحمة ومن سراء إنما هو محض فضله سبحانه وتعالى ونعمة ومنة امتن الله بها على عباده. في جانب المس الذي ذكره مع الضراء، أسند المس إلى الإنسان، أسند المس إلى الإنسان، مع أن المس، مع أن نزول الضراء، مع أن حلول البلواء بالإنسان كان من الله سبحانه وتعالى. كلنا لا يريد أن ينزل به ضراء أو بلواء، وإنما الذي قدر ذلك هو الله تعالى. فلماذا أضاف المس إلى الإنسان؟ قالوا للفت نظر الإنسان إلى أن ما ينزل به من ضراء ويحل به من بلواء إنما هو بسبب ذنوبه وتقصيره في شكر نعم ربه سبحانه وتعالى عليه. ولذلك جاء المس مسندا إلى الإنسان للفت نظره. عليك أن تجعل في اعتبارك وفي ذهنك وفي قلبك أنك إذا قصرت أو فرطت في حق ربك سبحانه وتعالى فإن الله سيعاقبك على ذلك ويقدر عليك المصائب والنوائب. أيضا في الآية الثانية قال الله تعالى، أو في الآية الأولى أيضا قال الله تعالى ثم نزعناها من، في جانب الرحمة نزعناها من، وهذا يدل كلمة نزعناها تدل على الشدة وتدل على أن هذا الإنسان عندما وصلت إليه النعمة تعلق بها وتمسك بها ولم يحب أن ينزعها أو أن تؤخذ هذه النعمة منه. فهذه كلمة نزعناها صورت الحالة والموقف والمشهد. أيضا قوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى عن الإنسان إنه ليئوس كفور، يئوس على وزن فعول، وكفور على وزن فعول، وفرح على وزن فعل، وفخور على وزن فعول. وهذه الصيغ تسمى صيغ المبالغة، تسمى صيغ المبالغة. صيغ المبالغة فعال، مفعال، فعيل، فعول، فعل. فقوله يئوس يدل على شدة اليأس، المبالغة في اليأس والحزن. وقوله كفور يدل على المبالغة في كفران النعمة وعدم القيام بشكرها. وفرح يدل على شدة فرحه التي تصل به أو الذي يصل به إلى الاستعلاء والتفاخر على الناس. وقوله فخور أيضا يدل على شدة التفاخر والاستعلاء. ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان الذي يقابل نعم ربه سبحانه وتعالى بالكفران والجحود ولا يشكر ربه سبحانه على تلك النعم، قال الله مستثنيا فئة من الناس عرفوا قيمة هذه النعم، فقال إلا الذين صبروا، صبروا في بأسائهم، صبروا في ضرائهم، وشكروا في النعماء التي امتن الله عز وجل بها عليهم. أما المثال الخامس فقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة هود ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهنا يتوقف المؤلف حفظه الله عند أمرين في هذه الآية. الأمر الأول قول الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم، قوله اليوم ليدل على أن هذا اليوم ليس كسائر الأيام، بل هو يوم مختلف، يوم سينزل العذاب ويهلك جميع الظالمين، ولن ينجو من هذا العذاب في ذلك اليوم المخصوص إلا من اعتصم بحبل ربه سبحانه وتعلق بعبادته وأطاع رسوله نوحا عليه السلام. فقول لا عاصم اليوم، قول اليوم ليدل على أنه ليس كسائر الأيام، بل هو يوم إيه؟ يوم مخصوص، ولذلك جاء معرفا، جاء معرفا. وقوله لا عاصم اليوم من أمر الله، لم يقل له لا عاصم اليوم من الماء، لا عاصم اليوم من الطوفان، فالأمر ليس أمر طوفان، والأمر ليس أمر ماء، وإنما هو قضاء الله تعالى وقدره، وإنما هو أمر الله تعالى وحكمه الذي حكم به على هؤلاء المجرمين الظالمين. وإذا أراد الله تعالى أمرا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في المثال السادس والنموذج السادس ذكر المؤلف حفظه الله قول الخليل عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا استخدم الخليل عليه السلام فمن تبعني، يعني من سار على طريقتي، من اتبع نهجي وهداي فإنه مني، ومن لم يتبعني ومن لم يسر على منهجي ومن لم يهتدي بطريقتي، لم يقل ذلك الخليل، وإنما قال ومن عصاني، فمن تبعني ومن عصاني، وهذا يسمى طباق، والطباق هنا طباق إيجاب وليس طباق سلب، لم يقل فمن تبعني ومن لم يتبعني، وإنما قال فمن تبعني ومن عصاني. وهنا يقف المؤلف على سر في عدول القرآن الكريم عن طباق السلب إلى طباق الإيجاب، لأنه لو قال ومن لم يتبعني لشملت دعوته عليه السلام كل من لم يسر على طريقته وهديه حتى من لم تبلغه دعوته، ولكنه عندما قال ومن عصاني فخص هذا الدعاء بمن بلغته دعوته لكنه لم يستجب وعصى، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. المثال السابع قول الله تعالى في سورة مريم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا إلى آخر الآية. قوله تعالى فناداها، الفاء هنا إما أن تكون فصيحة أفصحت عن كلام مقدر، ولذلك سميت فصيحة، أفصحت عن كلام، بيّنت لنا كلاما مقدرا، يعني نفخ جبريل عليه السلام في درعها ثم حملت ثم كذا، وبعدين فناداها، يعني أفصحت عن جمل مقدرة. وإما أن تكون فاء العطف، فالعطف بالفاء في قوله فناداها من تحتها، قال للتأكيد على لطف الله تعالى ورحمته بها في هذه اللحظة، فإن الفرج يأتي وقت الضيق والشدة، يعني لما
نزل بها من الأسى ومن الحزن ومن البلاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف ستأتي قومها بهذا الطفل وهي لم تتزوج؟ كيف تأتيهم بهذا الطفل الرضيع وهي تحمله؟ وهذا قمة الحزن وقمة الأسى الذي نزل بها. فناداها ربها سبحانه وتعالى، أو فناداها جبريل عليه السلام، أو فناداها عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها، ناداها جبريل، وقيل ناداها عيسى عليه السلام. وأيا ما كان، فالفاء هنا دلت على أن الفرج جاء مع الشدة، أن الفرج جاء مع الشدة مباشرة، وهذا من لطف الله سبحانه، كما قال الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع كأن الله حين قدر عليك البلاء، حين قدر عليك المصيبة، حين قدر عليك الشدة، قدر لك معها الفرج والمخرج واليسر، فاطمئن. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهذا يدل على رحمة الله تعالى ولطفه بها. سريا، السري هو الجدول الصغير من الماء، وسمي سريا لأن الماء يسري فيه. وهنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول لها: اطمئني، فكل ما تحتاجينه من أشياء وأمور ستكون بين يديك. ومن المعلوم أن النفساء، أن المرأة في حال الولادة تحتاج إلى الماء للتطهير به والاغتسال منه، وأيضا تحتاج إلى الشرب، وكذلك تحتاج إلى طعام، إلى أكل، إلى طعام يقوي بدنها ويقوي ضعفها. فجاء لها بالإيه؟ بالتمر: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. واستفادوا من هذه الآية أن التمر في حال، أن الرطب في حال الولادة هو يكون نافعا للنفساء. أيضا من البلاغة أنه قال: قد جعل ربك تحتك سريا، فقدم الماء أولا لأنه الأهم، لأنه الأهم ولشدة الحاجة إليه أولا للتطهير والاغتسال ثم الشرب. وأيضا من المعلوم أن من يأكل الرطب أو يأكل التمر يحتاج إلى شرب الماء بعدها، فطمأنها أولا: هذا الماء موجود، فكلي واشربي وقري عينا. الماء موجود للاغتسال والتطهير، وموجود أيضا للشرب، لشربه بعد أكل الرطب. وكل هذا، كل هذا عبرت عنه هذه التراكيب القرآنية التي وصلت إلى قمة البلاغة والفصاحة. أيضا أخذ العلماء من هذه الآية، من قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، هي امرأة ضعيفة، نفساء، في أشد حالات الضعف، فكيف لها أن تهز هذه الشجرة، أن تحرك هذه النخلة، كيف أن لها ذلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها بذلك ليبين لنا أهمية الأخذ بالأسباب حتى عند الضعف. افعل ما عليك، افعل ما تستطيع، واترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، كل رزق له سبب. المثال الثامن قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا يقول المؤلف: الإمام الكسائي يقف على قوله قال بل فعله، قال بل فعله، ثم يبتدئ يستأنف القراءة فيقول: كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
فالإمام الكسائي حين يقف على قوله بل فعله يجعل الفاعل مقدرا، يعني فعله من فعله، فعله من فعله، فحذف الفاعل هنا وجعله مقدرا ليقول لهم عليكم أن تنشغلوا بهذا الفاعل، عليكم ألا تنشغلوا بهذا الفاعل، فعله أي شخص، بل عليكم أن تفكروا في عجز أصنامكم كيف أنها لم تستطع أن تدافع عن نفسها وأن ترد فعل هذا الفاعل أيا كان هو هذا الفاعل، أيا كان هذا الذي فعل بهم هذا، كان ينبغي على تلك الأصنام لو كانت آلهة كما تزعمون أن ترد وأن تدفع عن نفسها عدوان هذا الفاعل. وهذه لفتة طيبة تدل على أن القرآن الكريم معجز في مواضع الوقف والابتداء، فحيثما وقفت هنا استفدت معنى، وحيثما وقفت هنا استفدت معنى آخر. قال بعض المفسرين إن الخليل عليه السلام سلك في هذه الآية مسلكا تعريفيا يؤدي إلى مقصده. ما هو مقصد الخليل عليه السلام من قوله هذا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم؟ قال مقصده إلزامهم الحجة، إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه بإسناد الفعل إلى كبيرهم إن كان ينطق، لينتهي من هذه المحاجة إلى تسليمهم بعجز آلهتهم، إلى تسليمهم بعجز آلهتهم. وهذا هو المراد والمقصود، أن يقول لهم إن هذه الأصنام عاجزة، إن هذه الآلهة ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ من شروط الألوهية، من شروط الإله أن يكون قادرا على كل شيء، وأصنامكم وآلهتكم لم تقدر أن تدافع عن نفسها. المثال التاسع، قول الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذه الآية ثلاثة أنواع من بلاغة التركيب، أولها فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، التقديم والتأخير. الطبيعي والمنطقي أن يقول فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى، لأن إصلاح الزوجة يكون أولا قبل أن يهب له الولد، لكن الله سبحانه وتعالى قدم هبة الولد أولا، هبة يحيى عليه السلام لزكريا أولا، ثم قال له وأصلحنا له زوجة. ما سر هذا التقديم والتأخير في هذا النظم الشريف؟ أولا لبيان أن قدرة الله تعالى مطلقة لا تتوقف على أسباب ولا غيرها، فقال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هذا هبة الله تعالى لا تتوقف على سبب إصلاح الزوجة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه جل في علا. ولهذا قدم قوله ووهبنا له يحيى على قوله وأصلحنا له زوجه، هذا أولا لبيان أن قدرة الله مطلقة لا تتوقف على سبب ولا تتوقف على شيء، وأيضا للفت الأنظار إلى القادر سبحانه وتعالى، إلى المنعم جل جلاله. وينبغي عليك إذا ساق الله إليك نعمة أن ترى في هذه النعمة، أن ترى فيها المنعم سبحانه وتعالى. يبقى هذا التقديم والتأخير لبيان القدرة المطلقة، ثانيا لأن تقديم الولد هو الأهم، تقديم الولد هو الأهم لأنه المطلوب عند زكريا عليه السلام. ثالثا سرعة استجابة الدعاء، سرعة استجابة الدعاء، لماذا؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فاستجبنا له
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم، هذه جملة تعليلية، لماذا استجاب الله عز وجل الدعاء من زكريا ومن غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين سريعا؟ جاءت الجملة التعليلية لتقول لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى عليك أن تقدم رصيدا من الطاعة والعبادة، وأن تقدم الخضوع والخشوع لله رب العالمين، وأن تقدم الاستكانة لله، وأن تعلن عجزك وضعفك وفقرك لتقول لربك: يا رب أنت القوي وأنا الضعيف، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير، أنا أحتاج إليك وأنت لا تحتاج إلى أحد، وبذلك يستجيب الله عز وجل لك، وبذلك كان الدعاء هو العبادة، كان الدعاء هو العبادة. المثال العاشر، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا لنا عدة وقفات مع هذه الآية. أولا، في عطف البيع على التجارة، من المعلوم أن التجارة تتضمن البيع وتتضمن الشراء، وبعض المفسرين لما عطف البيع على التجارة هنا قال إن المراد بالتجارة هو الشراء فقط، قال إن المراد بالتجارة هو الشراء فقط، لكن التجارة تشمل البيع وتشمل الشراء. ثم عطف عليها البيع، وهذا يسميه أهل البلاغة عطف الخاص على العام. أين العام؟ التجارة، لأن التجارة فيها بيع وشراء. وأين الخاص؟ البيع، لأنه فرد من أفراد التجارة. وهنا يتساءل المؤلف، يتساءل لما عطف الخاص على العام هنا، لما عطف البيع مع أنه داخل، مع أنه فرد من أفراد التجارة. والجواب: للمبالغة في مدح هؤلاء الرجال الأبطال، فإن الربح في التجارة مظنون محتمل، وأما الربح في البيع فهو محقق وناجز، محقق وناجز، هناك محتمل ومتوقع في الشراء لكنه في البيع محقق ومتيقن. فمدح الله عز وجل هؤلاء وقال: هؤلاء لا ينشغلون بتجارة فيها ربح متوقع أو محتمل، لا، بل لا ينشغلون عن الصلاة، لا ينشغلون عن ذكر الله، لا ينشغلون عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا ينشغلون عن ذلك ببيع فيه ربح متحقق وفيه ربح متيقن، وهذا على سبيل المبالغة في مدح هؤلاء الرجال الأبطال. ثانيا، قوله تعالى: وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، عبر بالقيام ولم يعبر بالوقوف مثلا. لماذا؟ قال: لأن القيام فيه ثبات وتمهل، وهذا يعني أن القائم للصلاة، أن المصلي بين يدي الله، يجب عليه أن يعطيها حقها من الطمأنينة والسكينة والخشوع والخضوع والاستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا ينقر الصلاة كنقر الديكة، وإنما يصلي بطمأنينة لأنه يقف بين يدي الله تعالى. وهذا ما أفاده لفظ الإقامة وإقام الصلاة. الأمر الثاني أن الإقامة أو أن القيام، أن الإقامة أو القيام فيها معنى المحافظة والاهتمام، فيها معنى المحافظة والاهتمام،
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المصلي، أن يحافظ على أوقات الصلاة، وأن يهتم بأمرها، وأن يهتم بفرائضها وسننها وهيئاتها إلى آخره. الأمر الثالث أن هذه الآية الشريفة من سورة النور تؤكد ما أشارت إليه وما تضمنته آية سورة التوبة. قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعظم وأفضل أنواع التفسير على الإطلاق، وهذا يدل على أن القرآن وحدة متناسقة متناسبة مرتبطة، يتصل أوله بآخره ويتصل آخره بأوله. رابعا، لما كان هذا فعل هؤلاء الرجال الأبطال، ولما كان هذا الفعل يدل على إخلاصهم ويدل على إقبالهم على ربهم وعلى حبهم لله تعالى وحب العبادة والطاعة، بدليل أنهم تركوا مكاسب الدنيا المتحققة والمتيقنة والمظنونة والمحتملة، تركوها إرضاء لله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل، أعطاهم الله تعالى عطاء خاصا لا حد له ولا عد، والله يرزق من يشاء بغير حساب. المثال الحادي عشر، قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من بلاغة التراكيب في هذه الآية الشريفة جاء ضمير الفصل هو ليؤكد في بعض الأمور، جاء ضمير الفصل هو في بعض الأفعال: الذي خلقني فهو يهدين، مع الهداية جاء ضمير الفصل هو، ومع الإطعام والسقيا جاء هو، ومع الشفاء جاء هو، لكن مع الخلق ومع الإماتة والإحياء ومع مغفرة الذنوب والخطايا لم يأتي ضمير الفصل هو. لماذا؟ قال ليؤكد على أن هذه الأمور التي لم يأتي قبلها ضمير الفصل إنما هي من الله تعالى وحده، لا من أحد سوى. لم يقل أحد أبدا، لا يجادل أحد أبدا في أن هذه الأمور، في أن الهداية تكون من غير الله، في أن الإماتة تكون من غير الله، في أن الإحياء يكون من غير الله، في أن مغفرة الذنوب يكون من غير الله، وإنما الأمور المتنازع فيها والمجادل فيها جاء ضمير الفصل قبلها الهداية وكذا. هذه الأمور ربما يتوهم متوهم أنها من الله، لكن الأمور الأخرى لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. المثال الأخير قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هذا مع الكفرة. أما مع المتقين فقال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، جاء بالواو. ما نوع هذه الواو؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واو الحال، يعني المتقون جاءوا إلى أبواب الجنة والحال أنها مفتوحة، وهذا من زيادة الإكرام والإنعام من الله سبحانه وتعالى عليهم، أن فتح لهم أبواب الجنة وهيأها لاستقبالهم، فالواو هنا واو الحال. وبعض العلماء يقول هي واو الثمانية، واو الثمانية، حضرتك تعد 1 2 3 4 إلى 7،
عندما تذكر العدد الثامن تأتي بهذه الواو، وهناك أمثلة في القرآن الكريم تدل على ذلك، كقوله تعالى في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وفي سورة التوبة أيضا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وأيضا في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فجاءت مع العدد الثامن واو الثمانية. واستدل بعضهم أو أخذ من هذه الآية أن أبواب الجنة ثمانية، فجاءت واو الثمانية مع أبواب الجنة، وأن أبواب جهنم سبعة، ولذلك لم تذكر معها واو الثمانية. وأيضا أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. وهناك قول ثالث في هذه الواو، وهي أنها واو العطف، وقد جاء ذلك من باب تعداد النعم على هؤلاء المتقين، وهذا ما أميل إليه. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى على بلاغة التراكيب وعلى بلاغة النظم القرآني. أسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.